رقم كل من ذي كم شكرا خنو أختم قناة إم بي على جهود ديت هذا كم قدميتهم خدمة الإنسانية وخدمة الحضارات الدينية والتاريخية هذا لها ناطير خون على شاور خون على كمل خون صحة وعافية دائما وابدا ولا موافق خون بشول خون دائما إيه. الآن يشرفني أن أتحدث إليكم عن تاريخ دير مارمتا هذا الذي ترونه الآن أمام أعينكم بهذا الشكل الرائع البديع. تبدأ مسيرة دير مارمتا منذ فترة التأسيس التي حصلت وحدثت سنة 363 ميلادية أي في غضون القرن الرابع الميلادي عندما جاء القديس مارمتا إلى هذه المنطقة هو وصحبة 24 راهب وسكنوا كل واحد في صومعة صغيرة منقورة في الصخر يتعبدون للرب يسوع المسيح في هذه المنطقة. وهذه المنطقة كان يحكمها ملك اسمه سنحاريب رامي وثني سرياني له ولد ابن واحد اسمه بهنان وابنة وحيدة اسمها سارة وسارة كانت برصاء. وذات يوم التقى الأمير بهنام بالقديس مارمتا وتعرف عليه وطلب منه أن يشفي أخته سارة من البرص فرافقهم إلى مكان حاليا يقع ما بين دير مار بهنام البسطلية الخضر وقضاء الحمدانية قرقوش وهناك جاءوا بالبنت سارة فصلى على رأس القديس مارمتا وعمد وطلب له الشفاء من الرب يسوع المسيح فشفيت. ثم اعتمد الأمير بهنام والأربعين ضابط الذين كانوا مرافقين له وهكذا دخلوا في المسيحية. وعندما سمع أبوهم الملك سنحاريب بهذه الحادثة فأنه غضب جدا وحاول أن يعدلوا عن المسيحية ويرجعوا إلى الوثنية فرفضوا. فلما رفضوا أمر بقتلهم، أمر بقتل ابنه وابنته سارة والأربعين ضابط لأنهم صاروا مسيحيين. وعلى أثر هذه الجريمة النكراء التي اقترفها الملك سنحاريب ملك النمرود ونينوى فعوقب من قبل الله بالصرع وبقي يتعذب ويتألم مدة طويلة من الزمن حتى أيضا هو وقصد القديس مارمتا وطلب منه الشفاء فعمده وصلى على رأسه وطلب له الشفاء من الرب يسوع المسيح فشفي الملك سنحاريب من مرضه ودخل المسيحية والمملكة بأسرها صارت مسيحية. منذ ذلك الحين أمر ببناء هذا الدير الذي بني سنة 363 ميلادية وهو أقدم دير وأول دير بالعراق وقد أصبح له أكثر من 1600 سنة. وهكذا شرف الله القديس مارمتا بصنع العجائب والمعجزات وبدأ ببناء هذا الدير على مراحل. فأول ما بنيت الكنيسة الهيكل المذبح وبيت القديسين وهيكل الكنيسة واستغرق بناؤه 20 سنة إلى أن انتهى فتعين عليه القديس مارمتا أول رئيس على الدير حتى توفي سنة 411 ميلادية ثم خلفه مارزاكاي مار بروهوم بعدئذ أنه تحول إلى مطرانية. وأول مطران على الدير كان القديس بارسوهدي أي بكر الشهداء الذي استشهد سنة 480 على يد برسوم النصيبيني والفرس الساسانيين في أيام سابور الثاني. وهذا بيت القديس آخر أنا قبرة مرمات عليه ريش الديرات
قبر معمار مرمتاي ايه وهذه قرمت مرمتاي قرمت مرمتاي انه هذا بهرن انه هذا بقاود مدبحه وهذا اول مطران على الديرة هذا بارسوهدي هذا انه بارسوهدي اول مطران ديرة هذا قورت مرزاكاي قورت مرمتاي ديري مني وكم ساعد لها الدنيا للدير هذا إيه هذا مرزاكا وهاي هذا قرط مر أبراهام هم قرط مر مدة تيري مني إنه وكم ساعد لها الدنيا للديرة وإخلي إنه ديرة إنه بثرطورة بثر طورة بشمت انه ما هذا امرض مر ما تحت مر ابراهام وهذا قول انه بار ابرويو غريغوريوس يوحنا ابن العبري في القرن الثالث عشر هو ويتم مني هذا مفارنا مفريونيو جاثيحيو يعني ايه في القرن الثالث عشر ودعي انه دائرة المعارف في القرن الثالث عشر هاي مشهور very famous very important that famous هذا يعني قارة مطارنا بشن ديرة خابت الخالة وهاي قارة ماربوريلو سلياس قياس قدسو وهذا انه اسقط دنحة انه شهيد يو هذا هم شهيد كم قتلي لي هذا هذا كم ريلي بيت القديشي والدير فيه صوامع عديدة كثيرة وقلايات كثيرة هذا قلاية القديس مار متى مار زاكاي مار بروهوم مار اسحاق ابن العبري مرتشموني وهنالك انه قلايات عديده جدا منتشره ومتناثره في الجبل لان الدير في عصره الذهبي كان قد اشتهر بصنع العجائب والمعجزات وصار يأمه الكثير من الناس حتى سمي ودعي دير الألوف نسبة إلى ألوف الرهبان الذين كانوا يسكنون ويقطنون في الدير وفي الجبل الذي بلغ عددهم 7,000 راهب ولهذا سمي دير الألوف نسبة إلى ألوف الرهبان الذين كانوا يسكنون فيه وثم تعرض الدير إلى عدة اضطهادات ونكبات من أناس عديدين ومختلفة وفي تواريخ أنه مختلفة ومتعددة هذا ولكن أنه صاحب الدير كان يحرس الدير وبقوة الرب ويصبرون ويتحملون وفي أيام أنه تيمورلنك القرن الرابع عشر كان في الدير تقريبا 100 راهب أيضا تعرض الدير إلى عدة نكبات وأزمات وفي بعض الأحيان أنه كان يتخلل أمن وسلام واستقرار ومر في عهود كثيرة منها ساسانية فارسية مغول تتر هولاكو عثمانيين تيمورلنك تشنكيز خان محمد نادر شاه وما إلى ذلك من الناس الذين كانوا يتوافدون على اضطهادات الدير اضطهادات الدير ولكن الدير ثبت وصمد بقوة الإيمان وبقوة صلابة إيمان القديسين المرمتة ورفاق الرهبان والذين كانوا يسكنون في الدير والرب كان يحميهم ويقف لجانبهم مثل ما قال بالكتاب المقدس لا تخافوها أنا ذا معكم كل الأيام حتى انقضاء الدهر وثم بعدئذ الدير توسع أكثر فأكثر إلى أن ترونه مثل ما ترونه الآن حيث تعرض إلى عدة تهدمات وهجر الدير أكثر من 150 سنة بين فترات متقطعة ولكن أنه الدير استعاد حلته الجميلة ورونقه وجماله وروحانيته بفضل الآباء القديسين الذين كانوا يسكنون
في هذا الدير. هناك أيضا كنيسة فوق كنيسة الدير مارمتا، إنه كنيسة العذراء باسم القديسة الطاهرة مريم العذراء والدة الإله يسوع المسيح، وصار لها أكثر من ألف سنة، وإنه هكذا الدير بين الحين والآخر يتهدم ويجدد وإلى يومنا هذا، ويأمه الكثير من الناس الزائرين من كافة أنحاء العالم، لأن الدير هو لجميع المؤمنين، لجميع الناس، وأنه يأتون إليه للتبرك والاستشفاء. وكذلك الدير كان يتمتع بمكتبة فخمة جدا ومخطوطات، ولكنها تعرضت إلى الحرق والتلف من قبل بعض الناس أنه المغرضين. والدير كان مركز إشعاع ونور وعلم ومعرفة، وأيضا كان القديس مارمتا من رواد الرهبانية والنسك والتقشف والزهد، وثم أيضا أصبح الدير مزارا للتبرك والاستشفاء، وإلى يومنا هذا لا زال يأمه جميع الناس من كافة أنحاء العالم للتبرك والاستشفاء إلى يومنا هذا. أنا نبيل جورج زي أشعين نوفلي، جاي من قرية من قضاء الحمدانية. جيت للدير مارمتي لأن تبارك بي، ودائما يعني إحنا كل سنة مرتين ثلاثة نجي بهذا الدير لأن نصلي ونأخذ بركة من عنده. أنا لينا، أنا من قرية قرقوش، جاي أزور مارمتي يعني لأن يعني نصلي كل سنة سنتين نجي يعني زيارة ونجي نتبارك من مارمتي.
تقوم فيه المراسيم الدينية والروحية، ولا سيما في 18 أيلول كل سنة نقيم القداس الإلهي بذكرى وفاة القديس مار متى وصاحب هذا الدير برئاسة سيادة المطران حاليا مارتي ماثاوس موسى عبد الله حاد الشماني. ولدينا عدد كبير من الرهبان، انه تقريبا 7 رهبان انه في موجودين بالدير، ولدينا معهد كليريكي ايضا ليستعدون للانخراط في السلك الكهنوتي بعد تخرجهم. وهذا ما اقتضى ان اقوله لكم عن هذا الدير، وهو دير الجميع، ونحن نرحب بكم وبأي قناة كانت لكي تأتوا وتزوروا الدير، فلكي تحصلوا على بركة وأنه ذخيرة القديس مار متى، والرب يحفظكم ويبارككم ويوفقكم في أعمالكم لنشر كلمة الله أولا، ثم أنه تبيان الحضارة العريقة التي يتمتع بها المسيحيون منذ القدم. والرب يحفظكم على الدوام، آمين. شكرا.